مختلف. عماد متعب نجم النادي الاهلي مر بظروف كتير جدا جدا، خلاص خلص مرحلة الكورة. المشهد اللي بيحصل حواليك بقى دلوقتي بتشوفه ازاي من وجهة نظرك، وانت رسم لنفسك ايه؟ رسم لنفسك عماد متعب في منصب اداري داخل النادي الاهلي، ولا رسم لنفسك عماد متعب في في في, في منصب داخل اروقة الاتحاد المصري لكرة القدم كعضو مجلس ادارة؟ لما بتقعد تفكر كده مع نفسك، هي ايه المرحلة اللي جاية يا عماد هعملها؟ بص والله يا ابراهيم، انا في البدايه انا اصلا لما بطلت ما كنتش متخيل ان انا ممكن ادخل الاعلام. كان بالنسبه لي فكره انا عايز ابعد عن الكوره فتره. لكن لحسن حظي ان انا لقيت قناه محترمه ولقيت ناس محترمين. يمكن قعدت مع استاذ اسامه الشيخ واستاذ تامر مرسي وقعدنا واتكلمنا، والامور كانت بالنسبه لي مناسبه. الناس اللي كانت موجوده في النجوم الكبار اللي موجودين في القناه هنا، لا حسيت ان انا ممكن ابقى موجود واتعلم منهم، والحمد لله ربنا كرمني واشتغلت وتعلمت بشكل كبير جدا من النجوم اللي موجودين، وساعدوني بشكل كبير جدا جدا جدا، ولحد ما بقيت شغال يعني لا ما شاء الله يعني الحمد لله لحد يعني ما ولسه بتعلم. عشان انت عارف انا بحبك فشهدت فيك، ممكن ربنا الناس تقول انها مجروحه بتعلم. لكن انت اكتر حاجه الناس تتكلم عليها انك محترم ومحايد، حتى رغم ان الناس تقولك انه لما يكون المحلل الاهلاوي او جاي من خلفيه زملكاويه ممكن يعني شويه يبقى عنده يمين شويه شمال شويه، انت في مواقف كتيرة اظهرت فيها حياديتك بما لا يدع مجال للشك، والناس مش ناسيه لك ده. بص انا الحمد لله وريما، انا يمكن اللي انا ما كنتش بحبه وانا بلعب او ما بحبش اسمعه وانا بلعب بحاول بقدر الامكان اتفاداه وانا قاعد بحلل. ان انا لو انتقدت حد الانتقاد يبقى باحترام، المعلومه توصل للعيب بكل ادب وكل احترام، الناس كلها تاخد حقها، اصبر على اللعيب وابقى في صفه، لان في ظروف كتيرة جدا بتبقى خارج عن اراده اللعيب، في ظروف كتيره جدا ممكن لعيب مش موفق النهارده، مش معناه ان انا ادوس عليه يعني. الحاجات دي كلها بحاول بقدر الامكان ان انا ابقى متفهمها واتعامل مع نفسيه اللعيب ومع ظروف اللعيب. فالحمد لله يمكن بشكل او باخر بحاول اتعلم ده وبحاول اقول ده وبحاول اوصل ده للعيب، بحاول ما ازعلش حد مني، مش ان انا اجامله قد ما ان انا اوصل له المعلومه من غير ما يزعل، يمكن حتى من غير تجريح حتى. لو لا يعني يمكن المره مثلا اللي انا ممكن اكون اتعصبت فيها على عبد الله جمعه او في مباراه الاهلي والزمالك، انا مش ما اتعصبتش عشان حاجه، انا مش عشان عبد الله انا اكتر واحد كنت بشيد بيه في الموسم اللي قبله وبقول لازم يكون موجود في المنتخب، قد ما فكره انت كسبت فانت مش محتاج تعمل مشكله من لا شيء. هي دي الفكره يعني، انت سجلت الهدف من ضربه جزاء هنا ورحت الجمهور النادي الاهلي، فحصل مشكله، حصل لقطه، الحوار اللي حصل كله بعد المباراه بسبب ده، كان ممكن نتفادى ده كله. دي الفكره كلها اللي انا كنت بلوم عليها عبد الله جمعه، لكن في الاخر عبد الله لعيب مميز ولعيب هايل، وزي ما بقول لك انا كنت اكتر واحد بشيد بيه. فالحته الحاجات دي ممكن تخرج تبقى غلطات، لكن في الاخر بحاول اتفاداها.